أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج إكسترا اليوم. سنتناول أهم وأبرز الأحداث خلال اليوم، سواء كانت المحلية أو العربية أو الدولية. وخلينا نبدأ مع حضراتكم في هذه الحلقة من الشأن المحلي. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما شهدته الدولة المصرية من طفرة في البنى التحتية مكنها من العمل لمضاعفة الصادرات. وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مدبولي أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء. هذا واستعرض مدبولي أبرز جوانب تحرك الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنى التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتا إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، موضحا أن ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء والغاز الذي يعد مدخلا أساسيا في العديد من المنتجات ومياه الشرب والصرف الصحي للمصانع وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة وشبكة الموانئ البحرية والجافة لتحريك حجم الإنتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.
من أخبار إكسترا اليوم أيضاً، توافقت مصر والسويد على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السويدية في ستوكهولم، حيث استعرض شكري التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات على صعيد التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي على مصر جراء ذلك. على جانب آخر، شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ الدولي والمنعقد في السويد. وفي كلمة له خلال الاجتماع في الجلسة التي عقدت تحت عنوان تحديد مسار عمل المناخ الدولي في عام 2022، أكد شكري على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى تنظيم مصر بالاشتراك مع الدنمارك والمملكة المتحدة لاجتماع وزاري مطلع الشهر الجاري بكوبنهاغن حول تنفيذ تعهدات المناخ. هذا والتقى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ ووزير البيئة وتغير المناخ الكندية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد. دعونا نتطرق مع حضراتكم الآن إلى آخر التطورات الاقتصادية التي جاءت جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما زالت التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة تلقي بظلالها حول العالم من خلال وجود موجة من التضخم العالمية غير مسبوقة. التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات كشف عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 8.1% في مايو، صعودا من 7.4% في إبريل السابق له. هذا التضخم ناتج أساسا عن الزيادة الملحوظة في أسعار الطاقة والغذاء. من جانبه، أكد موقع بلومبرج أن معدل التضخم في منطقة اليورو هو الأعلى في التاريخ، مشيرة إلى أنه تجاوز توقعات المحللين الاقتصاديين بنحو نصف نقطة مئوية. هذا وتعاني أوروبا من موجة كبيرة من التضخم، ففي ألمانيا سجل التضخم أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. أما في إسبانيا، تسارع معدل التضخم بوتيرة غير متوقعة على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. أيضا في فرنسا، ارتفع التضخم السنوي من 4.8% في إبريل إلى 5.2% في مايو الماضيين، مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر لعام 1985. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم مجلس الاحتياطية الفيدرالية في جهوده لمكافحة التضخم المرتفع عن طريق خفض الطلب الاقتصادي، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 3 عقود. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. الأرقام التي قرأناها الآن الحقيقة يعني نسبة كبيرة في فكرة صعود معدل التضخم في الدول التي تعتبر ذات الاقتصادات الكبرى، إن كنا نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقرأ هذه الأرقام يا فندم، والتي تأتي تداعيا للأزمة الروسية الأوكرانية؟ يعني في الحقيقه اولا الارقام هي زي ما حضرتك قلتي من تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه، ولكن ايضا سبب رئيسي وهام جدا في هذا التضخم هو السياسات التي قامت بها البنوك المركزيه والحكومات خلال جائحه كورونا.
في عام 2020 وبدايات عام 21 حصل طبع نقدي لكميات كبيرة جدا جدا من النقود، وصلت مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 7.5 تريليون دولار. فاحنا لنا أن نتخيل أن خلينا نفهم الناس دكتور عمرو، يعني فكرة طبع الأموال إزاي بتؤثر على زيادة معدل التضخم، يعني حتى طيب يفهم هذه الفكرة المشاهد الكريم دكتور عمرو. طيب ببساطة للسادة المشاهدين، لما حصلت أزمة كورونا كان عندنا إغلاق في المصانع وكثير من الأنشطة الاقتصادية في كافة دول العالم وبشكل خاص الدول المتقدمة، وزي شفنا الفيروس طبيا كان بيهاجم أوروبا في دول مثلا زي إيطاليا وغيرها وباقي الدول، بالتالي حصل إغلاق كامل نجم عنه أن في مجموعة من الناس فقدت وظائفها أو انخفض الدخل بتاعهم، حركة البيع والشراء قلت جدا. فكان من التدخلات اللي عملتها الدول هي أن يتم منح إعانات لبعض المواطنين، يتم منح إعانات لبعض الأنشطة زي السياحة وبعض القطاعات المهمة، الفلوس دي تم توفيرها من خلال طباعة النقود. بالتالي ببساطة بقى عندي دول شغلت المطبعة بتاعة الفلوس من غير ما يكون قصاد ده زيادة في الإنتاج. وكان متوقع أن هيحصل تضخم، ولكن كان ده لمساعدة الناس في الأزمة ديت. ولكن المشكلة اللي موجودة أن كان صناع السياسة النقدية والمالية بيتخيلوا أن هيحصل تضخم بسيط يمكن السيطرة عليه. ففي الحقيقة أن الطبع في بعض الدول كان مبالغ فيه بعض الشيء، وامتداد الأزمة لفترة طويلة، احنا العالم لسه موجود حتى الآن تحت وطأة الكورونا ولسه. والحقيقة دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، لأنه الحقيقة أنه العالم لم يتعافى حتى هذه اللحظة من التداعيات الاقتصادية اللي خلفتها جائحة كورونا، وبالتالي الحكومات كانت والبنوك المركزية في العالم كانت بتحاول تعمل إجراءات عشان الاقتصاد يرجع يتعافى ونقدر نفضل نشتغل. فاتأجلت قروض وأقساط لبعض الناس، بعض الحوافز زي ما قلنا اتخذت، وبالتالي بعض الدول ومنها زي ما أنا قلت الولايات المتحدة الأمريكية طبعت في السنتين بتوع الكورونا 7500 مليار دولار طبعهم بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وحده. نفس الكلام البنك المركزي الاوروبي، اثنين تم تخفيض سعر الفايده وسعر الفايده انخفض كده. فكان متوقع بقى ان احنا لما نخلص ونوصل للتعافي هيحصل مع التعافي ده زياده في اسعار بعض السلع، فنبتدي نرفع اسعار سعر الفايده مره اخرى ونمتص السيوله، جزء من السيوله من الناس، فالاقتصاد يعود الى ما كان عليه قبل الكورونا. ده اللي كان مخطط. في الحقيقه اللي كان مخطط ده التعافي خد وقت اكبر من اللي موجود، معدلات النمو ما كانتش بالقدر اللي كان بتأمله البنوك المركزية والحكومات، وبالتالي اضطرينا نستمر في ما يسمى بسياسات التيسير النقدي، أو إن احنا نقلل سعر الفايدة ونشجع الناس ونديهم قروض وندي منح وندي إعانات وغيرها لفترة أطول. فده خلى معدلات التضخم تزيد. أول ما ابتدينا مع بدايات 22 يبقى عندنا أمل إن التعافي خلاص قربنا، إن احنا نوصل لمستويات معقولة ومقبولة، ونبتدي بقى نعمل حاجة اسمها تشديد السياسة النقدية، يعني نبتدي نرفع سعر الفايدة شوية، هنوقف بقى الإعانات لأن خلاص الاقتصاد اشتغل فبقينا مش محتاجين للإعانات ديت. فاللي حصل إن جت الحرب الروسية الأوكرانية عملت حاجتين مهمين جدا، أسعار الطاقة وأسعار الغذاء. فاحنا لما نتكلم على الغاز الطبيعي والبترول احنا مش بنتكلم على سلعة، انما بنتكلم على مدخل انتاجي لكل السلع، لان اي مصنع من المصانع اللي بتشتغل في العالم هو غالبا يا اما بيشتغل بالبترول او بالغاز الطبيعي او باحد مشتقات، وبالتالي كمان ارتفاع اسعار الغذاء اللي بيأثر بشكل مباشر على المواطنين. صحيح. في احتياجاتهم اليومية، في المواصلات، في الاتصالات وغيرها من القطاعات، وكل ده مع القطاعات اللي لسه لم تتعافى بعد قطاع السياحه والسفر، لسه حتى الان لم يتعافى بشكل كامل في كل دول العالم من الازمه اللي موجوده في كورونا. فاصبحنا موجودين عند ارقام قياسيه للتضخم. النوع ده من التضخم
هو نوع مش جاي من تقصير من حكومة من الحكومات بعينها، مش ناتج عن أداء اقتصادي سيء أو جيد لدولة معينة، إنما احنا بنتكلم على أزمة عالمية سببها توتر سياسي وعسكري ده جزء، وسببها فيروس صحي ده جزء. ودي خطورة المرحلة اللي احنا عايشين فيها والأزمة اللي احنا عايشين فيها في العالم دلوقتي، إن احنا عندنا أسباب خارجة عن إرادة الحكومات، وبالتالي الحكومات والشعوب الاتنين بيعانوا. لأن بالمناسبة احنا مع الأرقام بتاعة التضخم العالية دي عندنا أرقام متزايدة للدين سواء الداخلي أو الخارجي في كل دول العالم، مش بس في أمريكا بس، ومش بس في مصر بس، مش في الدول المتقدمة بس، ومش في الدول النامية بس، لما كل دول العالم يمكن باستثناء حكومات الدول البترولية في الشهور الأخيرة، في الأربع شهور الأخيرة لما ارتفعت أسعار النفط هم اللي بقى عندهم فائض في الموازنات بتاعتهم، انما بقيه الدول كلها عندها هذه المشاكل، نقص في الغذاء، نقص في امدادات الطاقه، ارتفاع في اسعار الحاجات دي، بالاضافه الى ان الوضع اصلا كان فيه معدل تضخم موجود، وبالتالي تضاعف معدل التضخم، فوصلنا للارقام القياسيه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي بالمناسبه مع الأسف بالأوضاع الحالية مرشحة لمزيد من الزيادة. صحيح. وعشان كده البنوك المركزية بتحاول ترفع أسعار الفايدة، بتحاول تمتص السيولة من المواطنين، الحكومات بتحاول تدفع مزيد من القطاعات إنها تشتغل وتنتج ونرجع لمعدلات أعلى من الإنتاج والتصدير علشان نقدر نقلل من التضخم. ما يخشاه العالم الآن هو مش التضخم بس، ان احنا رايحين ناحيه حاجه اسمها التضخم الركودي. صحيح. بمعنى ان في زياده في الاسعار، وكمان بالبلدي كده السوق نايم، مفيش مبيعات. ما هي دي اللي انا عايز اسال عليها، يعني احنا بنتكلم على الركود التضخمي دكتور عمرو. الحقيقه انه يعني خليني افهم من حضرتك وايضا نفهم من يشاهدنا، احنا دلوقتي بنتكلم انه في دول ذات اقتصادات كبيره، دايما بنتحدث على انه على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وما شابه من هذا القبيل، ومع ذلك هذه الاقتصادات التي من المفترض أنها أعلى اقتصادات في العالم تأثرت من هذه الأزمة، سواء كانت أزمة كورونا ثم بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. والحقيقة أنه مش بس فكرة التضخم، لا هو كمان حتى السلع مش موجودة يا دكتور. يعني احنا يمكن من فترة بسيطة كنا بنشاهد ألمانيا على سبيل المثال بتناشد مواطنيها بترشيد استهلاك الطاقة، بأن يكون يعني لكل مواطن إزازة زيت واحدة كما أعلنت ألمانيا وما شابه. ده إيه علاقته يا فندم، وإيه علاقته بفكرة الاقتصادات المكشوفة أو أن هذه دول ذات اقتصاد مكشوف؟ لا يعني في الحقيقة خلينا نقول، أولا بشكر حضرتك على حرصك على التبسيط دايما للمواطنين، لأن المصطلحات الاقتصادية دايما حقيقي إنها بتبقى صعبة شوية والناس تقدر تتواصل معاها. فاحنا في الوضع اللي احنا موجودين فيه اللي الاسعار فيه بتزيد على المستوى العالمي ومرتبات الناس ما بتزيدش بنفس النسبه، غالبا بيبقى عندنا فتره ابطاء، يعني على ما الناس تحس بزيادات الاسعار ده بياخد شهور، على ما مرتبه يزيد ده بياخد فتره اطول، يمكن ياخد سنه ولا صحيح. حاجه على ما يتم الاستجابة بزيادة الأجور، وبالتالي الفترة دي بتبقى فترة صعبة جدا على الناس وعلى الشركات كمان، لأن بيحصل فيها زيادة في الأسعار. الناس مرتبات الناس دول هي دي جنب الطلب، لأن ببساطة لما أسعار السلع تغلى على الناس في البلد وهو دخله الاسمي المبلغ اللي بيقبضه كل شهر زي ما هو أو زاد زيادة بسيطة ما تسويش الزيادة في الأسعار، فاللي بيحصل ان بقى دخله ده يقدر يشتري كميه سلع اقل، وبالتالي المصانع اللي بتشتغل والانشطه الاقتصاديه اللي بتشتغل هتبيع اقل، فيحصل كساد. فيبقى احنا بقينا بنتكلم على ارتفاع في الاسعار وفي نفس الوقت كساد، لان الناس مش قادره تشتري، لان الزياده اللي حصلت في الاسعار دي هي زياده كبيره. وبما ان في تضخم، الحكومه لو اعادت السيناريو تاني وطبعت فلوس اكتر أو زودت من الإنفاق بتاعتها وزودت المرتبات حتى للموظفين بتوعها، ده يؤدي إلى مزيد من التضخم. بنقول عليها العلاقة الحلزونية ما بين الأجور والأسعار، أو بالبلدي كده هنزود الأسعار فنطالب بزيادة الأجور، فلما نزود الأجور، الأجور دي مدخل من مدخلات الإنتاج، هتزيد الأسعار مرة تانية، وهكذا نفضل نلف في الدايرة المفرغة دي. عشان كده التحدي اللي بيواجه
الدول الكبرى زي ما حضرتك قلتي الولايات المتحدة، هي إنها تقدر تحافظ على معدلات مقبولة من التضخم، وفي نفس الوقت يقدر يتم تحريك عجلة الإنتاج. المشكلة إن ده لما بيحصل لدولة بتحاول تلجأ إلى التصدير، إلى فتح أسواق جديدة، إنما لما ده بيكون بيحصل في العالم كله في نفس الوقت، فكل الناس بتدور إزاي تقلل وارداتها من الخارج وتزود صادراتها، فبيحصل أيضا سياسات تفاقم المشكلة، تخلي المشكلة اللي موجودة دي أكبر. إحنا مثلا في مصر دلوقتي بنحاول بقدر الإمكان ترتيب أولوياتنا ونستغنى عن الواردات غير الضرورية، ونشجع الصناعة المحلية في الإنتاج. فده صحيح، وده كان واضح جدا الحقيقه في كلام دكتور مصطفى مدبولي النهارده دكتور عمرو، عندما تحدث عن فكره الاكتفاء الذاتي وان الدوله بتحاول انها توصل للاكتفاء الذاتي. يعني لا يوجد دوله تستطيع ان يعني تحقق الاكتفاء الذاتي من كل القطاعات، ولكن على قدر المستطاع بيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى لو بنسبه معينه من كل قطاع على حده. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت ضفنا عبر الهاتف في اكسترا اليوم الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان، شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخلة. انخفض مؤشر بلومبرج بنسبة 11% هذا العام، والذي يتتبع أعلى تصنيف للأوراق المالية بالجنيه الاسترليني، والتي تعود ملكية معظمها إلى شركات مقرها في المملكة المتحدة. وتتوقع الوكالة انكماشا في الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4% خلال الربع الحالي. زيادة أسعار الفائدة في بريطانيا، غلب اللون الأحمر على مؤشر سوق السندات المقومة بالاسترليني مع تكبدها خسائر كبيرة وسط إحجام المقترضين عن السوق. وتتوقع وكالة بلومبرج إيكونوميك انكماشا في الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4% خلال الربع الحالي، ما يثير القلق حول الشركات التي تحتاج إلى سيولة وأزمة تكلفة المعيشة في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً. وانخفض مؤشر بلومبرج بنسبة 11% هذا العام، والذي يتتبع أعلى تصنيف للأوراق المالية بالجنيه الاسترليني، والتي تعود ملكية معظمها إلى شركات مقرها في المملكة المتحدة، حيث تقلصت القيمة السوقية للمقياس بمقدار 38 مليار جنيه استرليني، مسجلة أسوأ انكماش منذ عام 2000. سوق سندات الشركات الجديدة بالاسترليني، والتي تعد أصغر حجما بكثير مقابل نظيراتها باليورو والدولار، قد توقفت فعليا، حيث بلغ إصدار عام 2022 من قبل الشركات غير المالية بالمملكة المتحدة 3.780 مليار جنيه استرليني فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، وثلث ما تم بيعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتبلغ ديون البنوك في انجلترا 20 مليار دولار، ما يمثل أحد المعوقات للمقترضين، وهي الديون التي لا يمكنهم التخلص منها في ميزانيتهم بسبب ارتفاع تكلفة الأموال وتضاؤل الرغبة في المخاطرة. ويؤدي تهديد التضخم المصحوب بالركود التضخمي إلى زيادة التقلبات في سوق الائتمان، التي تعد مقياس تقلبات السوق لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية العالية المقومة بالاسترليني، وهذا يجعل الاستفادة من السوق تحدياً. في السياق الدولي، واصل قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم اليوم الثاني على التوالي في بروكسل. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعي للتوصل إلى حل بشأن السماح بالصادرات الغذائية من أوكرانيا. وخلال كلمة له على هامش اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعرب ماكرون عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى قرار بشأن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أيضا إن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل، أكدت فوندرلاين ضرورة البحث عن عقوبات على قطاع المال في روسيا، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض عقوبات على المنتجات الغذائية. من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن العقوبات على روسيا هدفها وقف العملية العسكرية وإجبارها على المفاوضات، كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية عن أزمة الغذاء في العالم. للمزيد حول اجتماع الاتحاد الأوروبي بينضم إلينا من برلين عربي مرزوق، مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا. عربي، برحب بك.
أهلا بيك نانسي. عربي، احنا بنتكلم دلوقتي على حزمة عقوبات جديدة من المفترض أن يتم فرضها على روسيا، كما تم الطرح في يعني قادة أو قمة قادة الاتحاد الأوروبي. تفاصيل هذه العقوبات وما أتى فيها عربي؟ الحقيقة نانسي، حسب المعلومات التي خرجت من هذه القمة التي استمرت على مدار يومين غدا واليوم، لم يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على رأي واحد حتى الآن، على الرغم من أن المعلومات توضح أنهم اتفقوا على أمرا آخر غير ما كانت تريد المفوضية الأوروبية. المفوضية الأوروبية كانت تريد حظرا كاملا على واردات النفط من الجانب الروسي، ولكن كان هناك اعتراضا من بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل المجر والتشيك على سبيل المثال، وفي النهاية اتفق في المسودة التي من المفترض هذه القرارات أن تخرج غدا بأن يكون الحظر على واردات النفط للاتحاد الأوروبي التي تأتي عن طريق السفن وعن طريق البحر. أما واردات النفط التي تأتي عن طريق أنابيب النفط الممتدة من روسيا على سبيل المثال إلى المجر والتشيك وما إلى ذلك، لن يكون عليها حظرا، ولم يتم تسمية موعد لإقامة أي حظر عن واردات النفط التي تأتي للاتحاد الأوروبي عن طريق الأنابيب. الحظر فقط سوف يكون بنهاية هذا العام على الواردات التي تأتي بالسفن فقط، وأيضا سوف يكون هناك حظرا على بنك سبير بنك وأكبر البنوك الروسية وثلاثة قنوات إعلامية أخرى خاصة بروسيا، ولكن الكلام بشكل كامل هنا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي هو عن النفط. الاتحاد على سبيل المثال ألمانيا، هنا في ألمانيا البرلمان الألماني وعددا من نواب البرلمان الألماني البوندستاغ منقسمين على أنفسهم بخصوص العقوبات على النفط الروسي. هناك من يرفض أن تكون هناك عقوبات على النفط الروسي لأن الأسعار سترتفع بشكل كبير، ويقولون أن في النهاية الأسعار النفط سترتفع وستصب في جيب الحكومة الروسية. وهناك من يقول أن العقوبات على النفط الروسي غير كافية حتى لردع الحكومة الروسية ورجوعها للعمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية. خليني طيب أسألك على الجانب الآخر عربي، رد الفعل الألماني إن كنا نتحدث عن الصحف وسائل الإعلام الأحزاب والبرلمان الألماني عربي. الحقيقة الصحف الألمانية بشكل كامل وصفت الأمر، حتى خبراء الصحف الألمانية اتصل بخبراء الاقتصاد هنا في ألمانيا بشكل كامل، وحتى بعض نواب البرلمان الأوروبي بشكل كامل، وجميعهم أكدوا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في ألمانيا وحتى في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وربما في العالم هي العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا بشكل كامل، مما أدى لارتفاع أسعار الطاقة وأيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل شيء بشكل كامل هنا في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي، هما السبب الرئيسي أيضا في ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت هنا في ألمانيا إلى 7.9 وفي منطقة اليورو 8.1، نسب مرتفعة جدا وقابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، ومن المرجح أن خلال الأشهر القليلة المقبلة سترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر هنا في ألمانيا. لذلك وسائل الإعلام الألمانية وصفت الأمر حقيقي أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هي العقوبات الواقعة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وأن روسيا هي التي استفادت في النهاية نتيجة ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار المواد الخام وما إلى ذلك. أفهم من كلامك عربي أنه بيتم إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي بسبب فرض هذه العقوبات على روسيا؟ الحقيقة في بالضبط في لوم كبير جدا من عدد من نواب البرلمان الأوروبي وحتى البرلمان الألماني البوندستاغ وعدد من السياسيين والخبراء، كل خبراء الاقتصاد في ألمانيا في الاتحاد الأوروبي أكدوا أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار ونسب التضخم هي العقوبات المفروضة على روسيا، لأن روسيا أوقفت جميع الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، والأخبار التي تخرج بأن هناك فرضا وهناك حظرا على النفط الروسي الذي يأتي الاتحاد الأوروبي بيؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار. كنا نتكلم أن سعر برميل نفط بحر الشمال ارتفع النهاردة ل120 دولار للبرميل الواحد، وهي أعلى نسبة منذ شهرين حتى الآن نتيجة هذه الأخبار المتداولة وما يحدث الآن من قمة أوروبية، ارتفعت الأسعار بشكل كبير. فكل اللوم وجه إلى الاتحاد الأوروبي على صفحات الصحف الألمانية وأيضا الخبراء الاقتصادي. دي الحقيقة العلمية، الحقيقة الاقتصادية أن السبب الرئيسي هي العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. لو سألتك عن المواطنين عربي، يعني يمكن في بداية هذه الأزمة الروسية الأوكرانية كان المواطنين الألمان يتحدثوا أنه هم ضد ما تقوم به روسيا في الداخل الأوكراني، ودي كانت وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ككل ووجهة نظر ألمانيا على شكل خاص. الآن مع زيادة فرض العقوبات، هل أصبح للشعب الألماني أو للمواطن الألماني رأي آخر في هذه العقوبات عربي؟
الحقيقة نانسي المواطنين الألمان ما زالوا منقسمين على أنفسهم. هناك من يؤيد هذه العقوبات ويجب علينا التعايش مع ارتفاع الأسعار على الرغم من الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا. القوة الشرائية للمواطن الألماني انخفضت، أصبح الجميع هنا ألمانيا التي يتكلم الجميع عن الازدهار الألماني، حتى خبراء الاقتصاد قالوا أن الازدهار الألماني وكل ذلك الكلام سينتهي خلال الفترة المقبلة. ربما ستعاني ألمانيا تحديدا حسب معهد إيفو الاقتصاد هنا في ألمانيا، ستعاني ألمانيا لمدة 15 عاما القادمة والاتحاد الأوروبي مما يحدث الآن من ارتفاع في الأسعار. المواطن الألماني، الحكومة الألمانية، يعني هناك حزم لتخفيف كل هذه الأعباء عن المواطن الألماني ستبدأ من الغد، ولكن كل هذه الحزم يعني غير كافية حسب المواطنين الألمان أنفسهم لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار. حتى الآن الجميع ينتظر نهاية العام ستأتيه فواتير مرتبطة بالطاقة والغاز ومواد التدفئة وزيوت التدفئة وما إلى ذلك بأسعار كبيرة جدا. المواطن الألماني الآن أصبح في حاجة إلى يعني زي ما بيقول يعني يحوش حتى فلوس، حتى أموال كثيرة حتى يقوم بدفعها نهاية هذا العام نتيجة فواتير الطاقة المنتظرة نهاية العام الجاري. ولكن في النهاية يعني المواطنين الألمان منقسمين على نفسهم، 50% يؤيدون كل هذه العقوبات و 50% آخرون يقولون على الحكومات أن تتريس وتفكر جيدا قبل أن تفرض عقوبات تضرنا هنا في ألمانيا وفي أوروبا قبل أن تضر الجانب الروسي. لأن المواطنين الألمان ومواطنين الاتحاد الأوروبي يراقبون الأمر الآن ويرون أن الروبل أصبح قويا أكثر من الأول، لذلك المواطنين أصبحوا يتساءلون أين إذن العقوبات الاقتصادية التي يتحدث عنها الاتحاد الأوروبي إذا كان الروبل الروسي أصبح أقوى من الأول. طيب عربي، أخيراً الحقيقة أن في سؤال يعني بنضع أمامه علامة استفهام كبيرة. المجر كانت دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي بشكل أو بآخر رفضت فكرة أن يكون هناك حظر على النفط الروسي وطلبت بأن يتم تزويدها بالنفط وأنها ضد هذا القرار. النهاردة يمكن كان دولة زي المجر ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي طلبت دعم وضمانات مالية من الاتحاد الأوروبي لتغيير البنية التحتية النفطية، إيه السبب يا عربي؟ الحقيقة دي نانسي سؤالك هيكون هو الأزمة اللي هتأتي للاتحاد الأوروبي مستقبلا. يعني الأزمة الكبيرة الآن أن النفط الروسي هنا في أوروبا له طبيعة خاصة، النفط الروسي مختلف عن نفط الشرق الأوسط. جميع مصافي النفط الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعالج النفط الروسي، النفط الروسي له طبيعة خاصة أنه أثقل كثافة من النفط الذي يأتي من البحر من دول الشرق الأوسط، وجميع المصافي الآلات الموجودة فيها لتصفية هذا النفط وتحويله إلى مواد أخرى يعني تتعامل فقط مع النفط الروسي. إذا تم الآن حظر على النفط الروسي جميع هذه المصافي يجب تغييرها، وستحتاج دول الاتحاد الأوروبي ومنهم بعض المصافي الموجودة في ألمانيا مدينة شفيت على سبيل المثال تحتاج إلى إعادة هيكل. لذلك المجر طلبت على سبيل المثال ب 550 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة البنية التحتية النفطية وشراء آلات جديدة للتعامل مع كميات النفط التي ربما ستأتي من أماكن أخرى لأن كثافة النفط ستكون مختلفة. طبيعة النفط الروسي نفسه مختلفة عن النفط الموجود في البحر المتوسط وبعض الدول الأخرى، لذلك عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى تغيير بنيتها التحتية والآلات الموجودة في مصافي النفط حتى تستطيع التعامل مع كميات النفط التي ستأتي من دول أخرى غير 550 مليون يورو، رقم كبير جدا من الاتحاد الأوروبي. عربي، السؤال هل ده عائق بتضع المجر في طريق هذا القرار أم أن بالفعل يعني حتى تستمر مع قرارات الاتحاد الأوروبي وتوافق عليها بالتالي فهي تحتاج بالفعل إلى تغيير البنى التحتية؟ الحقيقة في نقطتين نانسي، هي في نقطة أساسية ودي حقيقية 100% إن مصافي النفط الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع النفط الروسي تحتاج بالفعل إلى تغيير وآلات جديدة إذا كانت ستتعامل مع نفط سيأتي من الشرق الأوسط أو أي دولة أخرى. كما نتكلم عن طبيعة النفط الروسي تحديدا يعني ثقيل جدا. أما النقطة الثانية وهو أن هناك اتهامات من قادة الاتحاد الأوروبي على رأسهم روبرت أبيك وزير الاقتصاد الألماني قال أن المجر بالفعل وضعت عوائق كبيرة وتقوم بتضخيم الأمور، أن هناك مشاكل فنية ومشاكل في البنية التحتية تعيق أن يكون هناك حظر على النفط الروسي بشكل كبير، لأننا نعتمد بشكل كبير هنا في المجر وفي الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي. فحقيقة كانت فيه اتهامات كبيرة للمجر، ولكن في النهاية هو أمر واقعي جدا أن جميع مصافي النفط والبنية التحتية النفطية في الاتحاد الأوروبي ستتغير، التي تتعامل مع النفط الروسي سوف يتم تغييرها. أنا بشكرك الحقيقة عربي على كل ما تفضلت به من تفاصيل. عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من ألمانيا، شكرا لك، شكرا جزيلا. في هذا السياق كان الاتحاد الأوروبي قد قرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين، كما وافق الاتحاد على فصل سبيربانك أكبر بنوك روسيا عن نظام سويفت المالي العالمي، بالإضافة إلى حظر ثلاث وسائل إعلام مملوكة لموسكو.
بعد جولات من المفاوضات اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات على موسكو تتضمن حظر جزئي لواردات النفط الروسية إلى دول الاتحاد في محاولة للضغط على الموارد المالية لموسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أشار إلى أن العقوبات ستمنع شراء النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا التي يتم تسليمها إلى الدول الأعضاء عن طريق البحر، لكنها ستشمل إعفاء مؤقت لخام خط الأنابيب. وأضاف ميشيل أن هذه العقوبات تغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل العمليات العسكرية على حسب تعبيره. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيبحث في أقرب وقت ممكن توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتل، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا إقصاء 3 مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها سبير بانك أكبر بنك في روسيا. وعلى الجانب الآخر، وافق القادة الأوروبيون خلال القمة على منح الحكومة الأوكرانية 9 مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لتتمكن من تشغيل اقتصادها. ما زلنا مع حضراتكم في إكسترا اليوم في تداعيات هذه الأزمة، الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن البحرية الروسية يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود حتى المتوسط دون عوائق، لكن على كييف حل مشكلة إزالة الألغام من المياه. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أكد لافروف أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم. هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن محاولات الناتو لتحقيق تفوق عسكري لن تؤثر على قدرات روسيا الدفاعية. وفي تصريحات له، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن نشر قوات حلف شمال الأطلسي في الجبهة الشرقية لأوروبا لن يؤدي إلى شيء. على كل حال، المزيد من التفاصيل من موسكو، حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين، برحب بك إذن في إكسترا اليوم، وضعنا في مزيد من التفاصيل عن تصريحات وزير الخارجية الروسي ونائبه. نعم نانسي، بالفعل عقب محادثات مع نظيره البحريني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اتخاذ موسكو إجراءات لتصدير الحبوب الأوكرانية، موضحا أنه في حال أزالت القوات الأوكرانية الألغام من الموانئ ستضمن البحرية الروسية مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق إلى البحر المتوسط. وقال لافروف إن الغرب بعد إغلاقه الموانئ أمام السفن الروسية خلق الكثير من المشاكل المصطنعة، مشيرا إلى أن ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية، كون أن روسيا هي من أكبر الدول أو من أهم الدول التي تصدر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى العالم. الزيارة الخليجية للوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأتي في ضمن البحث الروسي عن تعزيز التعاون مع الدول العربية، وأيضا عن تأمين أسواق بديلة للأسواق الأوروبية والأسواق الغربية بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على إثر إعلانها عملية عسكرية خاصة في المدن الأوكرانية. اليوم الوزير لافروف أيضا في الرياض سيلتقي نظيره السعودي، ويوم غد أو في مساء هذا اليوم سيلتقي نظيره الإماراتي أيضا. هذه اللقاءات جميعها يتم بحث سبل التعاون بين روسيا وبين الدول العربية، وأيضا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبين هذه الدول، إضافة إلى وضع وزراء خارجية هذه الدول أمام الأمور أو آخر التطورات على الصعيد العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية لتحرير هذه المدن من القوميين الأوكرانيين، وأيضا لأن تكون أوكرانيا دولة محايدة لا تؤثر وخطرا على الثقافة الروسية وعلى روسيا بشكل عام. أيضا الوزير لافروف
في زيارته السابقه الى الجزائر دعا الى تعزيز التعاون بين روسيا وبين الجزائر، وهنا في الداخل الروسي يعول الجانب الروسي على زياره الرئيس الجزائري الى روسيا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات بين روسيا وبين الجزائر. ما نشاهده الان نانسي، روسيا بدات تتقرب من الدول العربيه، وهذه الدول تم ذكرها في المؤتمر في مشاركه الرئيس بوتين في منتدى الاوراسي الاقتصادي. روسيا تريد تعزيز التعاون في كافه المجالات مع الدول العربيه وتحديدا الدول الخليجيه، لان الايام او السنوات المقبله روسيا تعلم بشكل جيد ان العقوبات سوف تطول، وهذا ما اكده الوزير لافروف ايضا على ان الجانب الامريكي يخبر الدول الاوروبيه والدول الغربيه على ان العقوبات على روسيا سوف تطول، وهذه العقوبات لم يتم ربط مسارها بمسار العمليه العسكريه، اي ان الولايات المتحده لا تريد رفع العقوبات في حال اوقفت روسيا العمليه العسكريه. نعم حسين، اليوم كان في يعني اجتماع لقاده دول الاتحاد الاوروبي تحدثوا عن فرض مزيد من العقوبات على روسيا في الفتره القادمه، رد الفعل الروسي عن ما تم التصريح عنه في هذه القمة أو هذا الاجتماع حسين؟ نعم بالفعل لغاية الآن لم تصدر الدوائر الرسمية في روسيا أي رد على الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، لكن من جهتها شركة غازبروم أعلنت منذ قليل وقف إمداد الغاز إلى الدنمارك بعد تخلف الدنمارك عن دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل. أيضا هناك العديد من الدول الأوروبية تحديدا سوف يتم إعلان أسماء هذه الدول في الأيام المقبلة من قبل شركة غازبروم، سوف توقف الشركة إمداد هذه الدول بالغاز لتخلص هذه الدول عن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. نعم يوم أمس خلال اجتماع المجلس الاتحاد الأوروبي تم فرض العقوبات على روسيا، لكن حسب الخبراء هنا في الداخل الروسي الاتحاد الأوروبي حاول إعطاء بعض الاستثناءات لبعض الدول الأوروبية، أي أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا أو دفع الدول إلى أخذ بعض الاستثناءات لكي لا يتضرر الاتحاد الأوروبي واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من تأثيرات العقوبات التي يتم فرضها على روسيا. نعم نعم وصلت الصورة، أنا بشكرك شكرا جزيلا حسين المشيك مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من موسكو، شكرا لك. من ناحية الجانب الأوكراني قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي وصل إلى أقصى قوة قتالية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، أضاف أيضا أن الجيش الروسي يحاول جمع قوات ساحقة لممارسة المزيد من الضغوط على القوات الأوكرانية، مشيرا إلى وجود قصف مدفعي في مدينة خاركييف وفي منطقة سومي بشمال شرق البلاد. أيضا للتفاصيل الوافية معنا من كييف محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز عبر الهاتف. محمد برحب بك أيضا في إكسترا اليوم ومزيد من التفاصيل عن تصريحات زيلينسكي اليوم. نعم مساء الخير. فعلا بالنسبة للجانب الأوكراني طبعا كان ينتظر ربما من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالخدمة السادسة من العقوبات، وايضا باعتبار انه الرئيس الاوكراني ايضا اكد على نقطه مهمه وهو ان اوكرانيا مثل ما قال تفاتح ليس فقط من اجل اراضيها ولكن من اجل كل اوروبا، ودعا الاوروبيين الى التوحد واكد بان الجانب الروسي لا يقيم اجتماعات من اجل تحديد ربما اهداف استراتيجيه يقوم بها، وانما يفعل ذلك على خلاف الاوروبيين الذين ربما أطال في هذه الاجتماعات ولكنهم في الأخير لم يتفق، وقال بأن هناك هدف روسي ولتشتيت الدائرة الأوروبية، وقال بأن على الأوروبيين التوحد، على الدول 27 في الاتحاد الأوروبي أن تكون لها كلمة واحدة في مواجهة ما اعتبره العدوان الروسي على أوكرانيا. أنا بشكرك محمد على هذه التفاصيل. أيضا محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز كنت معنا عبر الهاتف من كييف، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام كالعادة بآخر التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية تكون انتهت هذه الحلقة من إكسترا اليوم على إكسترا نيوز. كنت معكم على مدار الوقت الماضي نانسي نور، إلى اللقاء.